ورجعنا لكم وفقرتنا التانية ريمونتادا، المرة دي اون سبوت على ريمونتادا من تاريخ النادي الأهلي. هي دي الفكرة، لو حاضر النادي الأهلي مشرف فماضي النادي الأهلي تاريخيا في مواقف لازم نقف عندها. أولها ما يعرف بالجيل الذهبي لنادي الزمالك أو فريق الأحلام، وإزاي النادي الأهلي عمل في موسمين 96 و97 ريمونتادا تاريخية جدا. أكيد يا فارس، مشاهدي قناة النادي الأهلي وجميع النادي الأهلي الكبار شوية في السن اللي حضروا جيل التسعينيات، كان موضوع كبير وموضوع فكرة فريق الأحلام نادي الزمالك بيتعاقد مع صفقات كتان وبيجيب قاسي سعيد مع تجديد لأيمن منصور مع التعاقد مع لاعبين من النادي الأهلي زي عبد الجليل وأيمن شوقي وما شابه، والفكرة كلها وقتها إن جماهير نادي الزمالك حتى غيروا العلم اي سي زمالك، ولكن دايما زي ما قال الكابتن حسام حسن في نهايه الموسم يبقى النادي الاهلي هو الحقيقه. فناخدكم في اطلاله على موسم مختلف تماما، بدايه او مش بدايه، اهم الريمونتادات اللي حصلت في تاريخ الدوريات المصريه. معلش عندي وقفه، ايه اي سي زمالك دي؟ لا الجماهير اصلا قديمه اقدم منك، اختلف كده يعني المسمى. لا اصل اي سي ميلان وقتها كان في ساعات مكتسب. فهم اي سي مش لا اسم العالم يعني. العالم بقى نزل عليه اي سي زمالك. ما عرفتكش انا كده، فعشان كده هنيجي للموسمين دول. طبعا نستعرض قائمه نادي الزمالك بسرعه اللي سمي بفريق الاحلام: كابتن نادر السيد، كابتن حسين السيد، كابتن حسين عبد اللطيف، مدحت عبد الهادي، طلعت منصور، اشرف قاسم، سامي الشيشيني، احمد رمزي، عصام مرعي، معتمد جمال، نبيل محمود، يحيى نبيل، كابتن محمد صبري، اسماعيل يوسف، حازم امام، محمد عبد الجليل، خالد الغندور، عفت نصار، اسامه نبيه، وشوقي، وايمن منصور، وقاسي سعيد، واحمد الكاس، اللاعب اللي كان علامه مهمه جدا في الكره المصريه من نادي الاولمبي. لكن مقابل طبعا فريق الاحلام كان هناك فريق النادي الاهلي او قائمه فريق الحقيقه، وزي ما عماره مستعرضها معانا: احمد شوبير، مصطفى كمال، ابراهيم حسن، محمود ابو الدهب وما ادراك ما قدم محمود ابو الدهب، مشير حنفي، محمد يوسف، اسامه عرابي، ياسر ريان، عمرو الحديدي، احمد سامي، احمد ايوب، علاء عبد الصادق، رضا عبد العال، هادي خشب، هشام حنفي، وليد صلاح الدين، مجدي طلبه، هاني العقبي، احمد عبد الفتاح، حسام حسن، احمد فيليكس، احمد عبد المنعم كشري، وكان لاعب صاعد مهاجم سيد غريب. قائمه تحمل نجوم او ابرز نجوم النادي الاهلي في التسعينيات، ونستعرض الموسم التاريخي. كان في تفاهم دايما كابتن عمرو الحديدي في الكرات العاليه وكابتن مشير حنفي في اللي على الارض. كابتن مشير حنفي كان دايما بيقولوا عليه الوتد. وكان في تناغم في الجيل ده اللي هو احنا بجد شايفينه على اللي احنا هنحكيه لكم، هو الذي يستحق اكيد اكيد كلمه فريق الاحلام. هنشتغل الاول موسم 96 95 96 الدوري العام. هنشتغل معاكم بطريقه الفلاش باك، هنبدا بجدول نهايه الدوري ونقول لكم القصه مشيت ازاي. هنعرض جدول الدوري انتهى في تصدر النادي الاهلي في المركز الاول. النادي الاهلي في المركز الاول ب 70 نقطه، يليه الزمالك ب 66 نقطه، يعني فارق 4 نقاط. طيب الجدول اللي انتهى عليه الدوري بفارق 4 نقاط للنادي الاهلي وسط كواليسه كان فيه حاجات كتير جدا بالنسبه لاي فريق تاني توحي ان مستحيل الدوري ده ينتهي بفرق ال4 نقاط لصالح النادي الاهلي. يعني تأكيد يا فارس، كان الوقت ده فريق 96 للزمالك كان بطل افريقيا، وعاده فكره لما تفرق بعدد نقاط 6 نقاط ده كان في التسعينات او في الثمانينات رقم كبير جدا، وتقريبا كان بيقولوا شبه الدوري خلاص في اتجاه الفريق المتصدر. وبالفعل الوقفه عند الاسبوع ال20 والمباراه مباراة الأهلي والمنصورة اللي عليها ناخد كلام كتير لأن هي نجم الأحداث في الموسم ده. هدف لتامر باجاتو بيقدر يفوز بيه المنصورة على النادي الأهلي 1-0 عشان يوصل الفارق لأول مرة في الموسم ل6 نقاط لصالح نادي الزمالك زي ما حضراتكم شايفين بعد 20 جولة بالظبط. هدف تامر باجاتو. تامر باجاتو طبعا كان له مسيرة ناشئين النادي الأهلي ولاعب في الزمالك والمنصورة، والموسم ده كان تقريبا هو نجم فريق المنصورة وكان ملقى عليه الضوء بشكل كبير جدا لأهدافه في مرمى الأهلي ومرمى الزمالك. في الوقت ده الجميع قال إن الزمالك خلاص هياخد الدوري باقي 10 أسابيع. اعرض يا عمارة الجدول بعد الأسبوع ال20 كان فارق النقاط إيه في الموسم 95-96 تصدر نادي الزمالك وفارق عن النادي الأهلي ب6 نقاط.
من 20 مباراة، الأهلي فوز 12، التعادل 6، الهزيمة 2، أما الزمالك كان 14 فوز و6 تعادل بلا هزيمة حتى الأسبوع ال20، فكان نادي الزمالك 48 نقطة والنادي الأهلي 42 نقطة، وخلينا نأكد أن نادي الزمالك يا فارس كان بلا هزيمة حتى الأسبوع ال20، وده اللي كان بيقول أن الدوري راح في سكة الزمالك. أكيد يا أحمد، وزي ما بيتقال تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لا المرة دي تأتي إرادة النادي الأهلي بما لا يشتهي نادي الزمالك. عشان نفكركم بفكرة الفلاش باك، بدأنا الموسم وفارق نهينا الموسم وفارق 4 نقاط للنادي الأهلي، وأحمد واقف معاكم عند الجولة ال20 في الأحداث وكان فارق 6 نقاط لنادي الزمالك. طب إيه اللي حصل؟ إزاي نهيت الدوري ووصلت الفارق الأربع نقاط ده؟ هنقف عند جولات مفصل في عمر وتاريخ مسابقة 95-96 في الدوري، بعد الجولة اللي أحمد حكى لكم عنها وبعد ما الأهلي وصل ل 42 نقطة والزمالك ل 48 نقطة، في 4 أسابيع كانوا لهم العامل الأكبر في مصير البطولة. الأهلي في الأسبوع ال21 فاز على الترسانة بخماسية، الترسانة هبط الموسم ده. الزمالك اتعادل مع الألومنيوم 1-1، هنا بدأ الزمالك يفقد نقاط كمان في الأربع أسابيع دول تحديدا. الأسبوع ال22 الأهلي فاز على القناة 2-1، كان الزمالك بيتعادل مع الترسانة اللي فاز عليها الأهلي بخماسية 1-1. جمهورية شبين النادي الأهلي فاز عليها في الأسبوع ال23 في الدقيقة الأخيرة بهدف لكابتن رضا عبد العال 1-0. ونيجي للزمالك، فاز على الإسماعيلي 5-2 الأسبوع ال24، 2-0 للنادي الأهلي على المحلة، غزل المحلة. ومنتخب السويس اللي كانت شكل ما بين فريقين في السويس اتعادل مع الزمالك 1-1. كان متقدم على فكره منتخب السويس بهدف شهير لاحمد متولي، وبعد شهيره جدا لكابتن اشرف قاسم، لكن قدر الكابتن عفت نصار في الدقيقه 75 يجيب هدف التعادل لنادي الزمالك. التعادل، لكن انا عايز بس اقول نقطه هنا، في النتائج دي في الاربع اسابيع قدر الزمالك يفوز مباراه واحده على نادي الاسماعيلي وتعادل في 3 مباريات. كنا استعرضنا هنا قبل كده في الاهلي خط احمر فكره ان الزمالك احيانا كتير بيضيع نقاط امام فرق بطاقه زي الترسانه الموسم 95-96، بيتعادل مع الترسانة 1-1 والترسانة بيهبط في وقت مفصلي جدا في تحديد مسار البطولة. أكيد يا أحمد، وعايزين نقول حاجة واضحة، إن الأربع مباريات النادي الأهلي 4 فوز ب 12 نقطة، نادي الزمالك الأربع مباريات 3 تعادلات وفوز فقط 6 نقاط. عوضنا الفارق على طول. عوضنا الفارق، كده الست نقاط مع نهاية الجولة دي انتهوا. عايزين بقى نتكلم في فيديو كابتن رضا عبد العال هدفه في شبين. نادي شبين كان له وقعتين صعبتين جدا ومهمتين جدا في الدوري ده. الهدف بتاع الجوله 23، نستعرض الهدف كابتن رضا عبد العال، هي المباراه هنا اهو بالزبط. ده الهدف لكابتن رضا عبد العال في الدقائق الاخيره، وفرحه هستيريه من كابتن رضا عبد العال بثلاث نقاط مهمين جدا جدا. وانت احمد عندك تعليق؟ لا، هو كابتن رضا عبد العال رايح على احد المشجعين اللي كان دايما وراه وعايز يقول انا جبت جول. كابتن رضا مش مركز في فكره ان هو جايب جول في الدقيقه 93، رايح يرد على المشجع اللي كان ورا الدكه. لكن الحقيقه الاهميه الجول فارس ان جايه بعد فوز الزمالك على الاسماعيلي، وبدا ممكن الزمالك الكيرف تاني فوق بالزبط. تاني، فانت لو كنت وقعت خلاص كنت هتمنح الزمالك فكره ان انت خلاص هيتسيد تاني الدوري، لكن لما فزت على جمهوريه شبين بعدها الزمالك اتعادل، ذاب الفرق 6 نقاط بعد ما كان ممكن 4 نقاط طاروا الفرق 6 نقاط. وليه بقى شبين تحديدا علامه فارقه الموسم ده؟ كمان شفنا في الاسبوع ال23 بتفوز في اللحظات الاخيره، مش دي كانت المصادفه وكانك بتعيد نفس المشهد. وكان حصل في الاسبوع الثامن كابتن هادي خشبه بيسجل في الدقيقه 94 هدف النادي الاهلي، هدف الفوز على نفس الفريق جمهوريه شبين 2-1. عشان يجيب 3 نقاط 2-1، وبتنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي 6 نقاط من نادي شبين في الدقائق الاخيره، الوقت بدل الضائع. والغريب في الموسم ده ان 18 هدف يا احمد في اخر ربع ساعه من الدقيقه 75 لنهايه المباراه، بنتكلم في 18 هدف، تقريبا تلت الاهداف اللي سجلها النادي الاهلي في الدوري كانت في اخر ربع ساعه. الإصرار. من اصل ست اشواط ست
المباراه مقسمه على ست اربع ربع ساعه، بنيجي الربع ساعه الاخيره بتتكلم في ان انت بتسجل تلت اهداف كمان. ان قفلك بقى عند ست ربع ساعه دي زي ايه الزمالك؟ ست ربع ساعه. وبنتكلم بعد كده برضو في الاهداف بلس 90، كان النادي الاهلي سجل اربع اهداف، في هدف في الدقيقه 89، يعني اربع اهداف في الدقيقه بعد ال 90، وكمان كابتن هادي خشبه كان ليه هدفين في الدقائق ما بعد الدقيقه 90. اعتقد يا احمد النادي الاهلي كان كل موروثاته الخاصه هي اللي بتجيب الفارق اللي احنا بنحكي عليه في السنه دي. اي موسم صعب يا فارس هتلاقي السمات دي موجوده في النادي الاهلي، جينات الاهلي بتتفجر كلها، وتحديدا ماتش جمهوريه شبين اللي هو في القاهره. جمهوريه شبين تعادل في الدقيقه 42 من الشوط الثاني، وانت في خلال خمس دقائق قدرت تعود للمباراه سريعا، وحصل مباريات كتير كانت صعبه زي الاهلي والمنصوره برضو، كان كابتن هادي خشب برضو له هدف انتهت ب 3-2 كانت في استاد القاهره، وكانت برضو ايضا المنصوره قلنا فيه كابتن عبد الظاهر كابتن تامر عبد وصلنا لجين المنصوره. المنصوره كان فيه اقاويل كتير، الدوري ده حابين نوضح ان فريق المنصوره كان بيأدي احسن مواسمه في الموسم ده، قدر يوصل نهائي كاس مصر، قدر يخرج نادي الزمالك، قدر كمان يعمل نتائج ايجابيه، فاز على النادي الاهلي. فقلنا هنقف شويه عند النادي، ان البعض من المنتمين لنادي الزمالك والاعلاميين والكلام اللي دار وقتها عن فكره خلاص خلصنا الست نقاط ولعبنا اربع مباريات عشان نوصل للمباراه بالقمه في الاسبوع 29، لكن كان الاسبوع 28 بيحمل كثير من الكلام. النادي فرق هدف واحد بين الفرقتين، والدوري ده ممكن يحسب بالاهداف، ونادي الزمالك هيلعب مع المنصوره العصر، ونادي الاهلي هيلعب مع الاولمبي الالومنيوم بالليل. طبعا نادي المنصوره المفروض جماهير الاهلي كانت محمله بنتيجه ايجابيه يعملها فريق المنصوره على غرار النتائج الايجابيه اللي عايش عليها فريق المنصوره في الموسم ده، ولكن الحقيقه حصل المفاجاه ان نادي الزمالك مش فاز بس، لا ده فاز بثلاث اهداف عشان يوصل الفارق قبل مباراه الالومنيوم بس في نفس اليوم لاربع اهداف، فبقى النادي الاهلي مطالب ان هو يكسب الالومنيوم فرق اربع اهداف. دي الصوره بتاعت فارق الاهداف. قبل الماتش المنصوره الزمالك كان له 55 وعليه 18، فكان الفارق 37. الزمالك لعب مع المنصوره فاز 3-0 مش 2، الزمالك مع الاهلي انهزم 2-0، الزمالك مع القناه 0-0، وصل فارق الاهداف 58-21، فبقى الفارق في نهايه الدوري 37. لكن احنا كان يهمنا جدا قبل مباراه المنصوره، لان البعض قال ان كان في فارق 6 اهداف، والكلام ده مش حقيقي، واشار الى فكره ان الكابتن انور سلامه مدير فني الالومنيوم، فبالتالي كانت المباراه سهله على النادي الاهلي، فحبينا نوضح ان قبل المنصوره والالومنيوم كان الفارق للزمالك 37. نشوف الفارق للاهلي. الفارق للاهلي كان قبل المباراه 36 هدف، أهداف له 47، أهداف عليه 11، يعني متخلف بهدف عن نادي الزمالك. هنيجي نروح لمباراة الألمونيوم اللي أحمد كلمكم عليها، وفاز فيها النادي 5-1، وحصل لغط جدير بالذكر إن النادي الأهلي فاز على الألمونيوم نفس الفريق في الدور الأول على ملعب الألمونيوم بسداسية. الأهلي والزمالك لا مش سداسية، 6-1. قول النتيجة. السداسية دي ممكن تحسب 6-1، مش عايز تعدي. الأهلي والزمالك 2-0، والأهلي والإسماعيلي 2-2، فبقى النتيجة المحصلة إن هي بعد 56 هدف للأهلي 14 عليه، بقى الفارق 42 مقابل 37 لنادي الزمالك، تحول الفارق بتاع الأهداف لصالح النادي الأهلي بخمس أهداف بلس للنادي الأهلي. بالظبط ده في نهاية الموسم. لكن نرجع لواقعة مباراة المنصورة، لأن زي ما فارس ذكر إن المباراة الأولى كانت في نجح حمادي وفاز النادي الأهلي 6-1، وطبعا تم الإشارة تم الإشارة إن كابتن أنور سلامة والنتيجة 5-1. الحقيقة النادي الأهلي عمل مباراة ضاغط من اول دقيقه لاخر دقيقه، وكان في استبسال كبير جدا من حارس المرمى بتاع نادي الالومنيوم ولاعبي الالومنيوم. نحط نقطه بسيطه كده، ان الالومنيوم في الموسم ده كان بيلعب ليه الحارس خالد الضبع، ولعب مباريات نادي الزمالك في خالد الضبع، لان خالد الضبع كان معروف ان هو بيلعب في النادي الاهلي وكده، فكنا بنبعد اي شائبه او كابتن انور سلامه. والحقيقه انا مش عارف ازاي الناس ممكن تفكر في كابتن انور سلامه اللي له واقعه شهيره جدا عارفينها بتاعت مانو الجوزيه لما كسب 3-0 في ماتش ما كانش له اي لازمه، وفضل يعمل كده لعيبه الانبي وفاز انبي على الاهلي 3-0. فاعتقد الكابتن انور سلامه مش في قاموسه خالص الفكره دي، ولكن كان في قاموس النادي الاهلي الاصرار. فتعالوا نشوفوا الاهداف وازاي حتى الاهداف دخلت باستقتال واستبسال من لاعبي وحارس مرمى الالمونيا. الزمالك مع القناه في الاسماعيليه، والاهلي مع الاسماعيلي في القناه. حسام حسن علي
يعمل ومره ثانيه بدماغه ويقف الطول وهو ماشي ومعدي ياسر ريال وعايز يعدي مره ثانيه من الشمال لحسام تسقيط هوبا من ورا ومعدي وهيلعب عرضيه هوبا يا وهي يا نهار ابيض مش ممكن. محمد يوسف عاليه في اتجاه حسام حسن بدماغه ايمانويل ويضربها في زميله حماده والحكم بيقول مفيش حاجه الجمهور بيقول جت في ايده انما ماشية مرة ثانية من ناحية الشمال وعرضية هوبا مش الحارف ايه جوه جول اوف سايد الحكم لا جول وقف الحكم يلعبها احلى لابراهيم حسن في اليمين هيرفع ابراهيم وعالية يطلع طول اشرف هو هوبا يا ولد ماشي بسرعته ويحطها حلوة في مساحة جميلة قوي في اليمين لابراهيم حسن وابراهيم عرضية هوبا يا ولد يا وبركة وابراهيم حسن عالية في اتجاه فيليكس بدماغه وهوبا جول الله 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 حسام حسن يجيب الهدف الثاني له وللنادي الاهلي من متابعه جميله جدا من ناحيه الشمال وكانت مرفوعه حلوه من اليمين يروح لها حسام حسن جنب القائم ويحط راسه فيها وتبقى 2-0 ويتقلص فرق الاهداف بين الزمالك والاهلي الى هدفين. شوف عربي ماشي اسامه ومش مفيش اوف سايد ورضا مره ثانيه في الشمال وعدي وضربه جزاء يصفر الحكم عبد التواب بيومي ضربه جزاء داخل ابو الدهب هوبا ويصدها اشرف هوبا جوه جول فيليكس الجول الثالث للنادي الاهلي حسام حسن بيري كده انما انا اعتقد فيليكس هو اللي حطها حمام عرضية عالية على طول بدماغه لسه وهوبا جوه جون حلوة جون جميل قوي يطلق قذيفة حلوة وليد حسن اعتبر ركنية للنادي الاهلي من ناحية اليمين مجدي طلبة بشماله وعالية فيليكس هوبا جوه جون حسبها ايه حسبها فاول طويلة لهشام حنفي في الشمال هشام بيلم وهيرفع عرضية عالية لفيليكس وفيليكس بدماغه عالية فوق انما تطلع مرة تانية ورضا عبد العال هوبا جوه جول الله هشام حنفي الله ايه ده ايه الحلاوة والجمال دي كرة على الطاير زي اللي عملها في الدورة العربية وكان شبه فيها رضا عبد العال قوي انما يستقبل صاروخ ارض سيبها رضا عبد العال رضا حلوة لحسام حسن بتعبه أحلى جوه جول حسام حنفي الله إيه ده إيه الجمال ده والله كان مهم جدا إن احنا نعرض فيديو أو أهداف المباراة دي عشان نفكر الناس بنجوم كان بالفعل يستحقوا ان هم يتذكروا في تاريخ النادي الاهلي جيل التسعينات جيل عظيم جدا شفنا حسام حسن ابراهيم حسن هشام حنفي رضا عبد العال كان عامل موسم هايل جدا كابتن مجدي طلبه كلهم طبعا بنحترمهم بنذكرهم كباتن كلهم لكن مهم جدا كنا نشوف برضو ردود افعال فريق الامونيوم والاستبسال بتاعه لدرجه ان ركله الجزاء مع محمود ابو الدهب وجيل التسعينات عارف يعني ايه ما ادراك بمحمود ابو الدهب والحارس برضه بيتصدى ليها وتدخل من متابعه من فيليكس اللي اهدر فرص كتير وقتها وكمان الحكم الغى هدف جبته برضه اللي هو هدف حسام حسن كان المفروض يكون الهدف الرابع ولكن تم الغائه حتى الجول الاول كان المفروض يحسب ركله جزاء من خلال لمسه يد مدافع الالمونيوم لكن النادي الاهلي كمل وقدر حسام حسن ايضا يسجل هدف مباراه كان فيها استبسال وكان فيها كمان عداد الاهداف يمكن الكابتن مدحت شلبي بعد الجون الثالث قال كده بقى الفارق هدفين بنجيب لكم كل حاجه بنوثقها بالصوت والصوره والدليل عشان اي كلام اتقال على المباراه دي لازم كنا ننهي الكلام فيه بالظبط احمد عشان الناس